صباح الخير عملاءنا الكرام، هذا هو التحليل اليومي للأسواق في الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر آذار لعام 2018، حيث يأتيكم هذا العرض كالمعتاد من شركة CM Trading. نبدأ بالاطلاع على أبرز تقارير المفكرة الاقتصادية المؤثرة على الأسواق لهذا اليوم، حيث يصدر عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية مؤشر زاج لمعنويات الاقتصاد الألماني. هذا المؤشر يتعامل مع قراءة عن شهر آذار الحالي. أما عند الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فتنتظر الأسواق تقرير هام عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي. هذا المؤشر يتعامل مع قراءة تستثني بطبيعة الحال أسعار الغذاء والطاقة. أما في نهاية هذا اليوم وعند الساعة 5:15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ننتظر خطاب لمحافظ بنك كندا المركزي. الخطاب طبعا يقدم رؤية عن واقع الاقتصاد في البلاد والسياسة النقدية هناك، ومن المفترض أن يكون له أثر إيجابي على حركة الدولار الكندي، خاصة إذا ما قدم بولوز بعض التطمينات فيما يتعلق بأسعار الفائدة ونسب النمو خلال هذه الفترة في عموم كندا. ننتقل الآن إلى القسم التقني من حركة السوق، ونحاول أن نفهم معا كيف كان سلوك الأزواج خلال اليوم السابق. ونبدأ من زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي. فيوم أمس استطاعت الأسواق الارتفاع من جديد لتستهدف كما توقعنا المستويات العليا عند مستوى المقاومة 1.3911. هذا الوصول كان مع فترة التداولات الأمريكية وقبل إغلاق الأسواق، عندما سجل أعلى قيمة عند 1.3171. هذا الوصول طبعا لامس وتجاوز القمم السعرية السابقة التي سجلت خلال الأيام الأربع الماضية بما فيها آخر أيام الأسبوع السابق. طبعا كما نلاحظ كان لدينا حركة منتظمة حتى ساعات الافتتاح الأوروبية، عندما اندفعت الأسعار نحو الأعلى ثم عادت واختبرت القاع السعري أو مستوى الدعم عند 1.3490. هذا الاختبار كان فعليا مؤشرا بعد أن سجل كما نشاهد هنا السوق شمعة ذات ذيل طويل أو شادو للشمعة كان طويل، مما يعني أن هنالك مستوى مقاومة قوي هنا للغاية ولا يمكن اختراقه. طبعا الارتفاع كان سريعا بعد تسجيل القاع السعري ليوم أمس، كان بانطلاقة الأسعار نحو الأعلى، فوصلت إلى مستوى المقاومة الأول وتجاوزته سريعا لتثبت فوق هذا المستوى وترتفع من جديد. كما نلاحظ أن معيار السوق كان اختراق وتجاوز مستوى القمة السعرية التي سجلت في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي عند يوم الجمعة، عندما تم الاختراق بوضوح وإعادة الاختبار لعدة مرات كان هنالك ثبات في الحركة واستهداف للمستوى الثاني. طبعا كنا قد توقعنا أن يحاول السوق اختبار هذا المستوى، إلا أن الأسعار أيضا في نفس الوقت لم تستطع الثبات فوق مستوى المقاومة الثاني عند 38% مستوى فيبوناتشي، مما يعني أننا ربما ننتظر بعض الشيء قبل تسجيل السوق لارتفاعات سعرية جديدة. هذا إن كان هنالك رغبة في الصعود أساسا، يجب إعادة اختبار هذا المستوى قبل الحكم على اتجاه الحركة العام، خاصة إذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر. نلاحظ أننا بالقرب من أعلى قمة سعرية كانت قد سجلت خلال الأسبوع الماضي، ومن المنطقي أن يكون لدينا تسجيل لقمة أقل بقليل قبل الاتجاه نحو الأسفل فعليا. يجب الانتباه إلى مستوى المقاومة عند 38% مستوى فيبوناتشي الأسبوعية لهذا اليوم قبل الحكم على حركة الأسواق واتجاهها العام. أما بالنسبة لسوق اليورو الذي أيضا حافظ على بعض الحركة الجانبية لليوم يوم الاثنين، وبذلك يكون ثاني يوم بعد
نهاية التداولات يوم الجمعة الماضي كان لدينا أيضا حركة جيبية متناوبة، لم يستطع الأسعار فعليا تجاوز الحدود التي رسمت ضمن قناة سعرية كان حدها الأدنى عند مستوى المقاومة أو مستوى الدعم 1.22730، والحد الأعلى بطبيعة الحال كان مع الوصول الأسعار إلى ما يقارب مستوى المقاومة الأسبوعية المتوسطة عند 1.23405. طبعا هذا الوصول إلى المستوى كان مع فترة التداولات الأوروبية كبداية، ثم ارتدت الأسعار نحو الأسفل وعادت وسجلت القمة السعرية قبل ساعات الإغلاق بقليل خلال فترة التداولات الأمريكية، عندما ارتفعت أسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي لتسجل القمة السعرية لهذا اليوم عند 1.23451. طبعا التسجيل أو الانتفاع نحو الأعلى لم يكن ثابتا، حيث تراجعت الأسعار من جديد دون هذا المستوى، وحتى ساعات الافتتاح الأولى من صباح يوم الثلاثاء نلاحظ أن الأسعار تحاول ارتفاع لاختبار نفس المستوى من جديد، إلا أنها فاشلة حتى الآن في التعامل مع هذا المستوى. أما بالنسبة لحركة الذهب التي تابعت الحركة المتناوبة بشكل مشابه تقريبا لسوق اليورو كقناة وقاع سعري سجل مع تداولات يوم الجمعة الماضي، كانت الأسعار تحاول اختبار هذا المستوى والعودة نحو الأسفل مع فترة التداولات الأمريكية، لأن ذلك فشل فثبتت الأسعار فعليا من قيمة مستوى الدعم 38% مستويات فيبوناتشي، والذي يطابق حاجز 1315 دولار للأونصة الذهبية تقريبا. هذا المستوى دفع الأسعار من جديد للارتفاع مع فترة التداولات الأمريكية، لأن هذه الارتفاعات أعادت الإغلاق تماما عند سعر الافتتاح ليوم الاثنين. طبعا هذه الحركة يجب النظر لها كحركة متناوبة، وأن هنالك قمة السعرية كان قد أكد عليها مرة أخرى، طبعا ضمن نطاق القناة السعرية التي يبلغ حدها الأعلى مستوى المقاومة الأسبوعي المتوسط عند حاجز 1325 دولار للأونصة الذهبية، ومستوى أدنى تقريبا عند مستوى الدعم عند 1315 دولار للأونصة الذهبية. طبعا هذه القناة السعرية يجب الانتباه إلى الحد الأعلى منها، خاصة مع التراجعات التي سجلت مع فترة الأسبوع الماضي. إذا ما استطاعت الأسعار الثبات فوق الحد الأعلى فنحن ننتظر اتجاهات جديدة وقمم سعرية للذهب قد تأخذه باتجاه أول هدف عند 1336 دولار للأونصة الذهبية، وربما نشاهد في نهاية الأسبوع إذا ما حظي زخم الصعود الكافي عند مستوى 1353 دولار للأونصة الذهبية. لا ننسى المرور عند مستوى 76% مستويات فيبوناتشي، هذا المستوى من المستويات الهامة والذي يطابق حاجز 1347 دولار أو 1346 دولار تقريبا للأونصة الذهبية. من المتوقع أن يكون لدينا محاولات متكررة للتعامل مع مستوى الدعم أو مستوى المقاومة الأسبوعية قبل المتوسط، وخاصة أن هذا المستوى يجب الانتباه إلى أنه كان قد غير حركة السوق وارتد منه لمرتين متتاليتين. قبل أن نتحدث عن حركة واضحة للأسعار يجب الانتباه إلى هذا المستوى، وأيضا بالحد الأدنى كما تحدثنا عند القاع السعري للقناة السعرية التي دخلت بها أسعار الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبالضبط خلال يوم نهاية يوم الخميس أو منتصف يوم الخميس ويوم الجمعة الماضيين، ثم استمر نفس النمط من الحركة خلال يوم أمس يوم الاثنين. فعليا الأهداف ربما تكون كمستوى أول هو وصول الأسعار إذا ما ثبت الصعود إلى 1336 دولار للأونصة الذهبية. أما إذا ما استطاعت الأسعار كسر القاع السعري وللقناة السعرية والحد السفلي لها نحو الأسفل فنحن ننتظر تراجعات جديدة قد تأخذ الذهب إلى مستوى 1304 دولار تقريبا أو 1300 دولار
للأونصة تقريبا ضمن هذا النطاق 1304 و 1300 دولار للأونصة، والحد المرجح أو الهدف الثاني الأقصى ربما يكون عند مستوى 1291 ثم 1287 دولار للأونصة الذهبية إذا ما تابعت حركة الهبوط، واعتبرنا أن هذه فترة توطيد ساري كان قد ثبتت ضمنها الأسعار خلال الفترة الماضية. فعليا كانت هذه نظرة على الأسواق خلال ساعات التداول الأولى من صباح يوم الثلاثاء. نتمنى أن تكون المعلومات المقدمة لكم واضحة، على أمل أن نلقاكم صباح يوم غد بإذن الله.